كبير جدا جدا للمستشفى من ناحية العينات المجانية، وهو كان عنده نقص في بعض من الأجهزة، فاحنا وفرناها له، وفرنا القسم حتى يتم يعني الشغل فيه بكامل، يعني بكامل الأجهزة اللي ناقصة عنده. واحنا يعني زي ما نقول يعني نسبة الأمراض، يعني نسبة الأطفال الخدج اللي موجودين هم أصلا بنسبة 10% في كل حالات الولادة، يعني جو أطفال غير كاملين النمو، ناقصين الوزن من بصفة عامة. يعني breastfeeding and antibiotics to treat newborn infection.